محمود. يو ابو اسماعيل، عايز ايه؟ فاكر من سنتين لما جيت لك وقعدنا نتكلم على افلام؟ لا مش فاكر. مش مهم، اسمع، انا لسه متفرج على جيم اوف ثرونز، ويا لهوي المسلسل ده خرافي. ثانيه واحده، هل هو احسن من نيلي وشريهان؟ ايوه احسن من نيلي وشريهان. انا ليه حاسس ان انت عندك مشكله مع المسلسلات المصريه؟ هو انت شايف ان فيها حاجه غلط؟ ايوه. يا خاين يا ابن الكلب. ايه ده ثانيه دلوقتي، المسلسلات المصريه لو هم فعلا عندهم قصص عايزين يحكوها، ليه بيستنوا كل رمضان علشان يعملوها؟ يعني الموضوع شغل اكتر ما هو فن، وكمان كل رمضان المسلسلات بتكون شبه بعض. انت مش شايف ان دي حاجه غريبه؟ اوكي، بس انت لو فكرت فيها، المسلسلات الاجنبيه مش حلوه للدرجات دي. يعني احنا لو معانا نفس الفلوس اللي معاهم وعملناهم هيطلعوا احسن بكتير. تخيل لو المسلسلات الاجنبيه كانت مصريه. اوكي اشرح. مبدئيا البطل بتاع المسلسل هيكون شخص مشهور في الوقت ده، مش مهم يكون هو صح للدور ولا لا او مناسب، بس المهم ان هو يكون مشهور. طيب انا مش عارف ده ماله بالموضوع، فممكن تديني امثله؟ اوكي ما عنديش مشكله، قول لي مسلسل. بريكن باد. يو بيتش، عامل ايه يا اسطى؟ اسمع بقى يا اسطى، بقول لك ايه، جايب لك حاجه من الاخر، ميث، كريستال ميث، مش هتيجي تقضي بقى؟ حشيش؟ لا ما فيش حشيش، ما عنديش. يا ابني بقول لك كريستال ميث، انت عارف يعني ايه كريستال ميث؟ ده بقى تكسره كده وبعدين لا ما عنديش حشيش. الو الو، اديني واحد تاني. واحد تاني، ذا ووكينج ديد. كارل، شكلنا داخلين على ايام سودة. حرام ولا حلال بقى؟ خلاص حلال شرير. نفسك ايه؟ هكسرالك وامك. انا نفسك كويس. انا نفسك كويس. على الاخر راجل عبيط ولا ايه؟ اجري اجري. أرو. سعيد حسين انت فشلت، المدينة دي يا اخي مش عارف، مش ظابطة لما اقولها بالمصري. فكسان لسه ما اقتنعتش برضه. في حاجه غلط، ليه احنا مسلسلاتنا مش جامده زيهم؟ كل مسلسلاتنا بس مره في رمضان كده وبعدين الناس بتنساها. ثانيه واحده، هو انت ازاي عرفت تقول لي افكار لو المسلسلات الاجنبيه كانت مصريه بسرعه كده؟ مش غريبه شويه؟ شت، شكله قفشني. اوكي قفشتني. انا بشتغل مع الناس اللي بياخدوا او بيستوحوا افكار من المسلسلات الاجنبيه علشان نعملها. ايه امال فين الابداع؟ كل اللي انتوا بتعملوه ان انتوا تاخدوا المسلسل الاجنبي وتعملوه مصري. ايه لا لا لا، انت فاهم الموضوع غلط. احنا ما بنعملهمش مسلسل مصري، احنا بنعملهم فيلم مصري. اوكي لو كده اوكي. انت دلوقتي لازم تموت. ليه؟ علشان قفشتكم وهفضحكم. ها يو نو nothing محمود اسماعيل. ها يو نو nothing محمود اسماعيل، اللي هو زي يو نو nothing جون سنو، جيم اوف ثرونز. اوكي Thank you.
طب صح تمحت خطو وتحت لو جيت ورحت مش هتجيبني ولا اي ولا زي ده انا جاي جاي وبعزمتني اسمع يا باي ما تفكش اي ده كلام اي خمسة يا ريت الدنيا دي بالبا